فيما يخص الاستثمار الحالي للشقيقة مصر في ميدان الطاقة فهو ماشي، على كل حال نزيدوا ندعموه بالنسبة للتنقيب، بالنسبة للتنقيب سواء على الغاز في المناطق الجنوبية ولا حتى في المناطق أوفشور بحرية. بالنسبة للشركات المصرية اللي معروفة بقدرتها على الإنجاز، كان فيه شركات مصرية شاركوا معنا في بناء عمارات ومشاريع أخرى، مقاولون العرب بالأخص. الجزائر مفتوحة على كل حال، مرحبا مرحبا بالشركات. أنا أعطيت الإشارة الخضراء للسيد وزير الإسكان أنه يتعامل مع الأشقاء في كل المناسبات، حتى في الهندسة المعمارية، حتى في كل ما يتعلق بالهندسة المعمارية والبناء وبناء المدن الجديدة بالأخص. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.